سيدنا إبراهيم. في الحصة الماضية كان قد تيقن قوم سيدنا إبراهيم بأنه هو من حطم أصنامه، فأمروا ببناء بنيانا عظيما وأن يشعلوا فيه النار وأن يلقوا سيدنا إبراهيم داخل النار. وبالفعل بنوا بنيانا عظيما وأشعلوا فيه النار وألقوا فيه سيدنا إبراهيم. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما لجأ سيدنا إبراهيم إلى ربه أمر الله النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، وبالفعل هدأت النار حتى انطفت تماما وخرج منها سيدنا إبراهيم سالما غانما. النار ثم انطفت تماما وخرج منها سيدنا إبراهيم، وكانت هذه آية سيدنا إبراهيم لقومه. آمنا برب إبراهيم، آمنا برب إبراهيم، آمنا برب إبراهيم. ياه إيه اللي حصل ده لسيدنا إبراهيم؟ أنا كنت خايفة عليه أوي يتحرق في النار، بس الحمد لله ربنا نجده وخلى النار تتدفي. حلوة القصة أوي يا مس سلمى، أنا مبسوط جدا. وبعد كده حصل إيه لسيدنا إبراهيم؟ مر الزمان وتزوج سيدنا إبراهيم بالسيدة سارة. إيه ده؟ الذكر؟ هو سيدنا إبراهيم اتجوز ستنا سارة؟ أيوة، الذكر تزوج من الأنثى. يعني الراجل بيتجوز الست. هو ينفع راجل مع راجل يتجوزوا يا بنت سلمى؟ لا طبعا. وينفع ست مع ست تتجوز يا بنت سلمى؟ لا طبعا، هذا شذوذ. ايه ده، انا اول اسمع من حيث الكلام ده. الراجل بيتجوز ست، الراجل بيتجوز ايه؟ القادمة. Yeah.